سمع العليم من الشيطان الرجيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من الذين بدلكنا بما فعل المبطلون كذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ يَحْمِلْهُ كَانَ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فمن يهدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد جعلنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائهم دون ما كانوا يعملون أمة يدعون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من أجل الوعد أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وعلى سواء يكون عهد تنفجروا بأي حديثهم حتى يؤمنون ومن يؤمن لله ويهدي له ويذر في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم غيبا لا استكثرت من خير وما مسني سوء إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذي خلق من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما ولد لما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما قد أعلم عما يشركون أيشركون ما لا يملك شيئا وهو له ولا يستطيعون لا نصر ولا مستطيع يصدرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم صلاة عليكم تدعون من دون الله اللهم ارجو يمشون بها أم لهم أيدي يفتشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها أردوا شركاءكم ثم كيدوني ما تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويجعل الصالحين تدعون من دونه لا يستطيعون ولا أنفسهم ينصرون وأن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون ولا ينظرون إليك وهم لا ينصرون وأمر بالعرف عن الجاهلين وإما ينزغنك من الرذى
يا مسلم لكم يا لم تأتهم بآية قالوا لو لجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا مسائل من ربي ودى ورحمة اليومين يا قري القرآن أسمعوا لأسدوا لعلكم ترحمون ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جارين يا ظالم الأذن والأسال ولا تكن يا غافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويستكبرون ولو يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله وأطيعوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورضوان كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين في الحق بعدما تبين كأنما يساءون إلى الموت وهم يغضبون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أن لكم متودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يمنح بكلمات ويغتاد في الكافرين حقا ويضيع الباطل ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشاكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألغي في قلوب الذين أبروا الربا والربا ولنا ويضربوا من كل منا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذابا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا يا بهذا فبدا بهذا من الله وجهنا وبئس المصير ولكن الله قتل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليا بالمؤمنين من بلاء الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم أن تعودوا لولا جميعكم يا دنيا ولكثر وإن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله صمهم الذين لا يعقلون خيرا لا أسمع ولا أسمع لا يتولى وهم مريضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يجيب واعلموا أن الله يحول بين البر وقلبه وأنه إليه ترجعون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وإياكم بيدي ولدعكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها
الذين آمنوا لا تهونوا الله والرسول لا تهونوا الملائكة وَلَمُّوا أنما أعمالكم وأولادكم فتنة تتقوا الله يد الله لكم في ريان ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذا أمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قسمنا لو نشاء لولا كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله عذبهم يصبرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا لهم ليصدوا عن سبيل الله فسيغفرون ثم تكون عليهم حسنات الذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميت الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركم كثيرا فتنة ويكون الدين كله لله فإن الله ما يحضر مصير تولوا فاعلموا أن الله واعلموا أن ما غنمتم ما شيئا فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أمادوا بالله الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توا حدوا لدرجوا بالبلاد ولكن ليهدي الله يا لك من لك عن بينة ويا من هيا عن بينة وإن الله لسميع عليم الله في منامك قليلا ولوليكهم كثيرا لفشلتم ولكن أزد بها أعينكم قليلا ويغللكم في أيام الله ما كان مبلورا ويا الله تجرمون أيها الذين آمنوا إذا لقيتم أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون مريد وإن زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان أكس بهم مرض غرها هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم وكيف يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وذوقوا عذاب الحريق بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بأمام لنبيه
من قبلهم كفروا بآيات الله نعمة أنا ما على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ما سمعونا به كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربي ما لنا خير بآل فرعون كنا كانوا ظالمين إن شر الدواء عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم تخافن من قوم خيانة ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يجدون لهم مصدة من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دون الله تعلمونهم لا يعلمون عدوهم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنزله وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لا أبدا ما في أن جميع ما ألف بين قلوبهم لا ألف بينهم يا أيها النبي حسبك الله يحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 100 الذين أمروا بأنهم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله صابرين تكون له أسري حتى يثخن في الأرض تريدون على الدنيا والآخرة والعزيز الحكيم لا كتاب من الله سواء لمسكم بما أنتم على العظيم فكلوا مما غنمتم على الرحيم يا أيها النبي قل لما في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يجزيكم خيرا مما أخذ منكم يغفر لكم الله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد الله من فضله عليكم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استعصمكم في الدين فعليكم النذر إلا على أمر بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا فتعملوا بالأرض فساد كبير وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون فلهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أولو الرحم فهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم من الله أربعة أشهر واعلموا أنكم غير مجد الله وأن الله مجد الكافرين وإعلان من الله ورسوله إلى الناس يوم الأجل البر أن الله بريء بأمريكه ورسوله فإن تؤتم فخير لكم وإن توليتم واعلموا أنكم غير مجد الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المجرمين
المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتنوا إلى هذا يا مدجين فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإذا هم أعلموا ثلاثة تلتقى تقالوا سبيلا من الله أكبر الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله من قبل الله من ذلك لأنهم لا يعلمون أعد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فسلاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يضروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يبغونكم يا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أدرجنا ونعم بدأكم تؤمنين يعذبهم الله بأيديكم ويعذبكم عليه ويعيد الدولها من مؤمنين ويتوب الله على من يدعو الله بمرقين أما زبتم أن تتركوا ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا مؤمن الذي يتولى وبير بما يتملون ما كان للمشركين ان يامروا مسجد الله شاهدين من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة وقال إلا الله بعد أولئك يكونوا من المهتدين وقام الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر سبيل الله يا مالك وانفسهم اعظم درجه لا اولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه من ورفاق وجنات لهم فيها نعيم مقيم يا هبتين لا يدعو اجر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولى منكم أولئك هم الظالمون وإن كان وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها تخشون كسادها أحب إليكم ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولم تنفعكم شيئا وغلبت عليكم العزيمة رغبة ثم وليتم مؤمنين وأنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها الله يا 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 ال
إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا ويقف يدا غزا فيريد الأم بديع عليم أكيد آخر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين وقالت يهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوله أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الذين يكنزون الأرض ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم يوم يوم عليها في نار جهنم فتقوى بأجباههم وجنوبهم وظهورها لا مكنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الشهر عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا بهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواضعوا عدة ما حرم الله لكم إذا غيل لكم انفروا في سبيل الله اثاغرتم من الأرض أرضيتم الحياة الدنيا بلا غيلة أمام الدنيا بلا غيلة إلا قليل ويعذبكم عذابا أليما أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها بشار كلمة التي أمر جبلا وكلمة الله يرلا ولا عزيز لك وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان أرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وذلكم بلا لو زدنا لعلك ما تملكون أنفسا ولا يعلم إنهم لجاهلون الله عنك لماذا تلومت يتبين لك لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين لا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وأن تعرف قلوبهم خبيرا بما تهتدون ولو أعدوا له عدة ولكن كره الله تعالى زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم تقبل فتنة من قبل وغلب ومن
ولا تفتني سنة تصوم وإن تصبكم سيئة مصيبة قل لن يصيبنا إلا ما قدر الله ألا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا تربصوا بنا إلا أحد الرجلين ولا نرى تربصوا بكم أن يصيبكم الله بعذاب وما أمرهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبالرسول ولا يدعون صلاة إلا إنما يريد الله يعذبهم بها في الدنيا وتزعم سوى الكافر ويعلمون بالله إنهم لم يكن معهم منه ولكنهم يفرحون لو يجدون ملجأ لهم غادرهم جعل الملجأ إليه ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعرضوا وإن لم يدعوا منها إلا أن يسخطوا وقالوا حسبنا الله سيدنا الله من بدي ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب ومن رقاب وغاربين وفي سبيل الله وفي سبيل فريضة من الله العليم الحكيم يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أنه من يهادد الله ورسوله لن يلقى نار جهنم عائشا بها ذلك الرجل العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنزل بهم بما في قلوبهم لزيهم إلا لم يرد ما اعتذروا ولئن سألتهم ليقولن إنما قلنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله وأنتم تزدادون بعد إيمانكم إن يفعضا إفت منكم أن تبطلتم لأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيدي أولاد الله فنسي وإن المنافقين هم فاسقون المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم لعنهم الله أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وأوتك الذي أرضونا قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتمكان يردون من البينات وما كان الله ليظلم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والمساكن طيبة في جناتها تقول الظالم بألهاب لذلك البيت العظيم الذي يجاهد الكفار والمنافقين عليهم وما جعلنا في صلب المسيح يعرفون بالله ما قالوا والقالوا
قد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عليهم أليما في الدنيا في قلوبهم إلى يوم يرون بما علمنا ما بعدوا بما كانوا يكذبون أن الله يعلم سرا ونجا أن الله علم غيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جدا ويصلون من صدق الله فاستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم الذين كفروا بالله ورسوله ولا يدرهم الفاسقين ويخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله منهم فزادنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولا تعادلوا معي أدوا إنهم رضيتم بخروج أول مرة فخذوا معي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبيه إنك خلوا بالله أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يأتي بها من جلاله وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسول زادك وطول من بعد زنانكم أقاعدين وقلوا بأن يكونوا مع طوال وطبع على قلوبهم لا يقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم تجري من تحتها النار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من العرب ليؤذن لهم وغاد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج لتعملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدنيا لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ارضوا بأن يكونوا على الغالب وضع الله على قلوبهم وهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأ الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسولكم لا تردون إلى عالم الغيب ولا تسعى الله لكم إذا انقلبتم إليه لتريدوا أن تفارقوا عن أنفسكم وما كانوا جزاء بما كانوا يكذبون لكم لترضوا عن غير الله وإن الله يرضى ونفاقه وأجدر الله يعلم حدود ما تلا رسول الله ومن العرب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليك ومن العرب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلاة والسابقون الأولون من
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جريدة منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق يعلم أنهم عليهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا لا يدوم عليهم لا يدوم من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أن الله ويقول التوبة عن الأهلي ويقول الصلوات أن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ويخبركم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون بأمر الله ما يعزيه لرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ما يعلمون ولا يغلبون إن لنا إلا لنا ولا مجدنا بكاذبون وعتقوا في أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق وعتقوا فيه بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على جبال البلاد وبلا ربيبنا لأنه لا يدوى مظالمين الذي بنى ويبدا أنفسهم وأمالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وما أوفى بعهده من الله يستبشروا ببائكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العابدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر والحق والهدي إلى منزل المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أن عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأواه العظيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين ما يتهم إن الله لكل شيء عليم الله له ملك السماوات والأرض النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كان تزيغ قلوب غريب في الغم تاب عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا على مجال الله ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يضعون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نالا إلا عبد الله بعمل صالح فلا صغيرة ولا كبيرة ولا يقدعون وأدعوا إلا قدر لهم ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليغفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين وليذروا أمام لا رجعوا إليهم لعلهم يعتدون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا وأما الذين آمنوا فزادت إيمانا وهم يستكبرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادت الإيمان وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة ومرتين ثم لا يتوبون سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من هذا ثم سرقوا سرق الله وروبهم لأنهم لا يفهمون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا إله إلا أنت توكلت ورب العرش العظيم الرحيم ألف لا تلك آيات الكتاب الحكيم وكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذي آمنوا أن لا بد مدينة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليجزي الذين كفروا لو جرعوا بأمين هذا بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وغدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله لا إله إلا بالحق والسرعة اللهم وتحياتهم يا سلام والحمد لله رب العالمين ولا يعجل الله للناس الشر استجالهم بالخير يا مجد إليه وجل البلد الذين لا يجون لآلاتهم يعملون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو غائدا أو غائما فلما كشفنا عنه ضره أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجعل المجرمين بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن يبدل من أظلموا
ممن افترى على الله ويعبدون ما دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا يعبدون الله ما لا واحدة فاختلفوا ولولا كلمة وصلاحاً للرب لهم يبين فيما فيها طلبون ويقولون لولا أنزل علي آية من ربي لو إن الله إلى مدرر إني معكم من المنتجرين وإذا أدرنا ظلمة من بعد ضرة مستهم إذا لهم مكروه في آياتنا قل اللهم البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه بيت بيت يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متى بياتي جلال بيلينا مجيكم أما بغينا كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا نهارا غدانا عزيزا كلمت من أمثالك وزر آياتنا وليتذكروا والله يدعو إلى دار السلام يهديهم ويهدى إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم أدروا ليدي يدروا جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كانما في يد جوريا من الليل ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم نفس ما قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والبصر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدمر قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيد قل الله يبدا الخلق ثم يعيد فانا تفكون قل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق إن الظن لا يغني بالحق شيئا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتصديق الذي يقيم من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مريبة وما كتبتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يعيضوا بعلمه ولما يتم تأويله كذلك كذب الذين لا يعلمون بصر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن بي ومنهم من لا يؤمن بي وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون أنا بريء بما تعملون
يعملون ومنهم من يستمعون إليك لعلهم يسمعون إليك لا يعملون ومنهم من ينظر إليك من النهر يتعارفون بين غرس الليل يدون الى الا ما كانوا مدركين وإنا نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفانك فإلى رجل ثم لا يجيز على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم يبين أمر فيهم لا يظلمون ويقولون فلله ما شاء الله لكل أمة أجر إذا جاء أجرنا ولا يستعجلون أرأيتم من أتاكم عذاب ثم إذا ما وقع ما تبيع لا نعود ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا على أرض الجنة إلا بما كنتم تكسبون ويستنبهونك عقول وظيفة نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا لذا وغذي بينهم بنزهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات وغذي الله إن مدى الله هم ولكن ظلم لا يظلمون ويميت وإليه تلجمون يا أيها الناس قد جاء أكل مغيرة من ربي وإمام لما في الجدر ودور ما ترمون قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا وما ظن الذين يفترون على الله وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من بلال والعذاب رجاء بسماء ولا ترى بذلك ولا ترى إلا بذلال مريم أولياء الله إلا هم عليهم أمروا وكانوا يتهون وهم المشرى بالحياة الدنيا وفي الآخرة إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يدعون إلا أنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مصيرا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض أنتم يسلمون على أرضهم ما لا تعلمون إن الذين يزرون على الكثير لا يبلغون متاعوا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم عذاب شديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت وأجمعوا أمركم وشركاءكم ولا يكن أمركم عليكم متى ثم قضوا إلي ألا أنتم فإن توليتم فما سألتكم من أجر من أشياء إلا ولاهم إلا أن أكون من المسلمين فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه ربائبا الذين كذبوا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا يؤمنون بما كذبوا فيه من قبل ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون أمر إبراهيم فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما جاءهم رأوا من أهلنا قالوا إنا لرسل تلفتنا عما وجدنا علي أبانا وتكون لكم الجريان من يوم أن نريكم ما بمؤمنين
فرعون دوني بكل ساحر فلما جاء السحر قال موسى قوم انتم القوم فلما القوا قال موسى ما جئتم به ان الله سيبدو ان الله لا يجزي عما يجزي ويعظ الله بكلماته فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وقال موسى يا قوم أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتا وجعلوا أقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأمالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال ما جاء النبي الا الذي امن ببنو اسرائيل واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من آياتنا ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا به يختلفون كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذي يعلمون الكتاب من قبل الله فرح من ربك فلا تكونن من الذين يدعون آيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية أتى إلى أولادها أمرت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ورزقناهم إلى آخره شاء ربك لا منع في الأرض كل جميع يكون وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله وجب الرزاء الذين لا يؤمنون انظروا ماذا في السماء والأرض وما دون الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين أنهم يا قبلهم فاعتذروا إني ما كنا منتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حق علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين ولا تكن من المشركين ولا تكن من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك فيما فإنك إذا من الظالمين وإن يمسس الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما ضل إلا ما يضل عليه وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ألف لام ر كتاب ونسلوا ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فتح فتح عند الله فإني أعلم عليكم على بيعكم نرجوكم على كل شيء ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من وراء حين يسألون يا بني
الأرض إلا على الله رزقها. والأرض في ست والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون لعباد ما ليقولن الذين كفروا إلى هذا إلا أثرهم به ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة مدودة ليقولن ما يلبثوا ولا يوم يأتي لا يتمتعون بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليك الأوجاع افتراه قل فاتوا بعشر صور مثله وان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وبها الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وعمد ما صنعوا يا ظاهر ما كانوا يعملون وما جعل على بينة من ربي ويتلو شاهد منه ومن قبلي كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يفر به من العذاب والنار الوعيد فلا تكن في مليت منه إنه الحق من ربي ولكن أكثر الناس لا ترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربي ويقول يا هؤلاء الذين كذبوا على ربي على الله من سبيل الله أولئك لم يكونوا مجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله إن الذين آمنوا وعملوا صالحات يا ربي ما يغلب جنة يا والفريقين كفروا ما قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذي وما نرادل أبدا رأي وما نرادل علينا ويا قوم الله أرأيت من كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة الذي رحمت عليكم ونزلكم وآمات الله أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما بدارد الذي لا أمروا إلا أولاه ربي ولكني عليكم ما تجلوا ويا قوم من يصلوا إلى الله لا تذكروا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول للذين تزدري بأعيننا ولا تغادني بالذي ظلموا
فروق نحمل فيها من كل زوجين اثنان ولك إلا ما الجبال ونادى نوح ابنه وكان في بدر يا بني كم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم يا بلال الا مر المعارك كم الموت وكان من المرضين ويا ارض بلعي ماءك ويا سماء وغيل الماء إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ألا تزلي ما ليس لك سلك ما ليس بعلمه إلا تغني وترمني يكم يا حاسدين لا ينوبض بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك أمم تنمت علم يا رسول إنا عذاب نبي تلك من الله الغيب نوحي إليك ما كنت تعلمها أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجر من الليل على الذي فطرني أفلا تعقلون يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم من ذلك ويزيد قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين جئتنا ببينة وما نحن بتارك يا رجال عارك ما نحن بالمؤمنين نقول إن تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء بما تلكون ما دوني بريء ثم لا تؤمنون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من ما أرسلت به إليه ويستغلق أنبياء أمر غيرك ولا تذروني إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذي آمنوا معه برحمة منا ونجيناه من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربي وعسى نصرى لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض وسبركم يا مزبل ثم توبوا إليه ربي غريب مجيب يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنانا أن نعبد ما يعبد آبانا وإن أغريدك بما تدعونا على بينة من ربي وآتاني من رحمة فما يرسلني من الله يزيد فما تزيدونني غير تزيد ويا قوم يا هذه ناقة الله لكم آية فلنبات كل بيت الله لا تمسوها بسوء ويقولكم على قريب فقالوا فقال تمتوا بدار جاء أمرنا نجينا صلى
صالحا والذين آمنوا ما برحمتك منا ومن خزي يومئذ ربك ورحمه الذين ظلموا سيطهدوا بديار جاثم لم يعلم فيها ألا إن ثمود كفروا ربها ثمود لثمود قد جاءت رسلنا إبراهيم ببشرى قالوا سلام على سلام وما لم ما رأيت يوم لا تصل إليه ناكرا جزا من غيبة فالي لا تغينا عزنا يا قومكم وامرأة غائمة فالله فالجنة منها قوم ورائزا غيهو قالت يا ويلتا لدعا من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم إنه حميد مجيد لما لابى نبي مره وجاءت البشرى يجادل بإقام نوحين إبراهيم العظيم رواه منيب وأعرض عن هذا إنه وجاء ربك وإنه هادي على المؤمن ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ به وضاق في الزرع ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء مراتينا لم أنزلنا على جذور الليل أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا بمراتك من أنك لا تعلم ما نريد قال له أن فيكم قوة وقدار شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منك أحد إلا أرادك إنه مصيبها ما أطلق من موعدا مصوم وليس السم بغريب فلما جاء أمرنا جعل عليها سافلا أمرنا عليها حجارة في سجيل محدود ومضى عند ربك ما هي من الظالمين ببعيد قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني عليكم بخير وإني أخاف عليكم على يوم معين ويا قوم أوفوا المكيال والميزان في المسجد ولا تنقصوا الناس أجا ولا تنقصوا المسجد بقية الله خير لكم أنتم مؤمنين وما عليكم بربي شعيب وصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبدون آباؤنا والنبى في أموالنا ما نشاء إنك أنت العليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم أن نريد إلا لله قتلت وما لكم شغابي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو صالح وما قام لود منكم ببعيد ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنريك حين ضعيفا أعز عليكم من الله واتعزموا ولما جاء على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يدي ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا برحمه منا ما ظلمناهم ولكن ظلموا
أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من دونهم أيامهم وكذلك أخذ ربك إلى أخذ القرى وهي ظالمة إن في ذلك الآيات وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم بهذا وإنا لم وفوا نزيلا وإلا ما هو ولا تجاوز الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سلطان وإلا ربي يبكي من أمره وإن كل ما ليوفين ربك أعمالنا كما أمرت ومن تابعك طرفينا فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بغية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من اتبع الذين ظلموا أغلقوا به وكانوا مجرمين وما كان ربك فجعل الناس أمة واحدة ربك ولذلك خلق أمة كلمة ربك على الجنة وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت فيك وأنت وما للذين لا يؤمنون أمر ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ويكون به عليما بعوامه قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس رأيت في ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على عبادك ويكيد لك كيد الشيطان إنسان عدو به يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم ربك عليم حكيم لقد كان يوسف وأخوه أحب يا يوسف وأخوه أحب يا أبينا منا ولا نستطيعنا ولقائل منهم لا تقتلوا يوسف وأرجوه في ولاية بيتهم يا أبانا لك لا تمنع يوسف وإنا لو معنا وإنا لو قال إني ليعزنني أن تذهبوا بي إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وجاءوا على قميصه
بدم كذبا عربا سولت لكم أنفسكم عربا سلوا يمين سيارة فاصلوا واردهم فأدلى دلوا قال يا بلاي هذا غلام فازروا رضاك والله عليم بما يعملون بدم الحسين لا يمعدودة وكانوا بمجاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامراته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من سبيل العزيز والله عليم بالأمر ولكن الناس لا يعلمون وأما ما أشده آتيناه موهبة وكذلك التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب قالت هيت لك على العالم إن ربي أظلم الله إنه لا ولقد همت به وهم بها لولا أرئ بران ربي هالك للعباد والمجاهد من عباد المنسين وطبق الباب وغدت رميصه من دبر وألف يا سيد مدينة امرأة العزيز تراود لما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنا وأرضعنا أيديهن هنا جاهلا إلا هذا بشر هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودت عن إلي مما يدعونني إليه وإلا تسألني كيد الناس إنكم كالجاهلين واستجاب له رب وسلم علينا إنا وسميع عليه ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات الأسنان وتعليم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فأمرت الحجاج كل دير من القيام تهيلين قال ما يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تلت من لدوام لا يؤمن بالله اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله ذلك من فضل الله علينا ولكن على ما سيعرفون يا صاحبي السجن يا أرباب متبرعون سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله فلا تبدو إلا أيام ذلك الدين القيم ولكن الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيصغي ربه خمرا وأما الآخر فيصنع غدر الطالب النصيب ينهر الكذب وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربي هذا وشهد إلى ربي فلبث في السجن بضع سنين
عجاف وسبع سنبلات خضر. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف وسبع سنبلات. تزرعون سبع سنين دبا وما حصدتم فذروا في سنبله لا قليلا مما تقولون. ثم ياتي من بعد ذلك سبع جلال يقول ما غزلتن الا قليلا مما تسرون. من بعد ذلك يا ربك فسلوا ما قالوا الجزء الذي أرضى لأيدي إلا إن ربي بزيتهن عليه. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قال امرأة العزيز يا الأحسن سلام أنا راودت أنني إلا ربي صالح. قال يا الله ما أني لم أكن بها نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي أمر. وقال الملك توني به أزل في نفسي أما كلم وأنك كلم ولدينا مكير أمين على خزائن أمين عبير أمين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصير برحمتها من نشاء ولا نضيع ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخل لكم يا بيك ولا ترى أني في الليل ولا خير المنزل أنت أتوني فتيته جعلوا بضاعتهم في رحالنا لا يعرفون ما يعرفوا يا رجل. فما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من لكي يغازي المعنى أبانا نتغينا لو نحافظون. قال هذا ما نطل عليه إلا كما أمنتم على وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونبيها لنا ونقل أخانا كيف يبين ذلك كيف يزين. قال نرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا يعاقب باب متفرغة وما أغني عنكم من الله من شيء إنكم إلا لله كنتم عليه ولما دخلوا من حيث أمرهم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نزله وغزاه الذي يجلنا علنا ولكن فلما جهزهم بجهازهم جعل السماء يقينا ثم أذهب أيد أليم إنكم لصارمون. قالوا نفقد صواع الملك لمن جاء لقد علمتم ما جئنا لنفسد هذا ما كنا سائرين. قالوا جزاؤه من وجد في نفسها وجزاؤه كذلك نجد عالمين. فبدا بأوعيتهم
اليتيم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه كذلك كذنا ليوسف ما كان ليأخذها يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نسيان الديانة قال أن تجر مكان الله بما تسبون يا أيها العزيز إن له أبا جيخ ربي لا تقول هدر مكانه من أنا كما المسلمين قال أن الله أن نأخذه إلا ما وجدنا خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف لكم أنفسكم أمرا جميل هذا الله من يسيري للجميع الله وليل قدير وتولى عنهم وقال يا أصفى على يوسف أبيضت عيناه من الدنيا وكذير قلت الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون أنا لا تكون من الهالكين رضي الله عنك ما لا تعلم فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تنسوا من رعينا إلا ما يسمر رعينا إلا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجنا ببضاعة جاتنا بنا كي لا تصد عليك عند عيد المسجدين قال علمتم ما بعد يوسف أمينا تجاهدون قال هذا يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي أضمن الله علينا إن ميت فعيد بين الله لا يدير إلى المسيح قالوا تالله لا تعداك الله علينا إن كنا لغادين ولا تدري أيكم اليوم من الله ونكبر الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألغوا لا وجه بيد بصيرة دون بأهلكم المعين فصلت العير قال أبو مني لا تدري يا يوسف لا بلاد فجي ديني غالي مثلا إنك لبي ضلالك غالي ولما أن جاء البشير ألغاه على وجهي فارتب الخير قال لم أقول لك إني أرى وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نذهب الشيطان بيني وبين الودين ربي حديث لما يشاء علمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي بالجلال والإكرام ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك ما كنت لدي رجوع الله من قلوب وما تسأل فإن يجب وإن يجب العالمين وكأي من آية السماوات ذلك إلا رجال يوحى إليهم من للغرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين لا يعلمون إلا الله
استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تنذير الذي بين يديه وتصير كل شيء هدى ورحمة لهم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب الذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن هذا الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير أمد تلونا ثم استوى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى لربنا فسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين نعيش ليلا إن في ذلك الآيات لهم يتفكرون. تجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تصاب بماء واحد وجهل لما لا يبالي بذلك الآيات لهم يغلبون. وإذا جف عجب قولوا يا نهر 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 بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثل. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر لكل قوم. الله أعلم ما تعملون من أصر الغفل ومن جهر بي ومن أغزى بالله يسالك لنا من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا أراد الله والملائكة من خيفتي ويرسل الصواعق ويرسل بها من يشاء ويجادل بالله شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء اتخذتم من دوني أولياء لا يملكون يا أبوزي نفع ولا ذرة يا ابن الله شركاء خلقوا كخلقه بغدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا لولا أن لهم مغفرة جميعا ومنها ما كتبت به أولئك الأمزون جهنم وبئس المهاد. ومن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن وعى إنما يتذكر
صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم عهد الله من بعد ميثاقه ويقضون ما أمر الله به أن يوسف ويسجدون بيد العين الهم العهد والوجود الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بحياة الدنيا والحياة الدنيا بالآخرة إلا متى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه قد خلت من قبلها أمم لتطلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون إرما ربي لا إله إلا هو توكلت وإليه مرتاح أو أن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا برسل من قبلك وكيف كان فمن وقائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم من الأحزاب ما يمكن وإنما من طلب الله لكبير يملك إليه من عربي ولا إن اتبعت بعد دمع جاء لك من الله ولي ولا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله بعض الذين نعيدون أنك عليك الملأ وعلينا الإنسان أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معطي ولأمي حسن والإنسان وقد وكل الذين من قبله فلله المال جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن بدا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة والدنيا سبيلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم ويذل الله ما يشاء ويهدي ما يشاء ونجيب لكن ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر بأيام الله إن في ذلك آيات لأولي الألباب
ياتيكم نبأ الذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم شكم فاضل السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نبيكم مثلا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله لا توكل على الله وقتدنا سبحانه لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودوا إلى الأرض ولنسكننكم الأرض من ذلك لمن أعظم وأبي وقاب واستفتحوا وخاب كل جبار عليهم ولا يكاد يسيغه ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ولا يعلم مريض أمر الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت بالريح في يوم عاصم لا يدرون مما كسبوا على جلالك السماوات والأرض بالحق إن يشرك ويأتي اليوم الجديد وما ذلك على الله العزيز ومن يزور الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فلا تنغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لا أذن الله الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما بمصرخكم وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تأتي أكلا كل دين من ربها ويطيب الله الأمثال للناس يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صلاة من المولى ونور لنا بدا على القمة الخضراء وفيها محمدا Da da da.
محمد وأنت محمد ورب الرمامود سماك أحمد صلاة من الهدى ونور من أبدا عليه قد الغدر وبيا محمد وأرسلك الرحمن للخلق رحمة فجد سيدا صلاة من المولى ونور لنا بدا على غربة الغدر وفيها محمدا ولولاك ما زدنا على كل أمة ولولاك لم نهدى ولا عرف لهدى صلاة ولولاك لم نشهد بما كتم شهادة صلاة من المولى ونور لنا بدا على غربة الغدر وفيها محمدا وأنت حبيب الله أفضل خلقه وأنت يا ربي محمد صلاة من الأولى ونور لنا بدا على الغد الغدر يا محمد ما داعيه على من أشهد في فمي فلا شيء على محمد محمد فمي الله فلا جاي على من مدح محمد صلاة من المولى ونور لنا بدا على الغد الغدر وفيها محمد عليك صلاة الله ثم سلامه على مبتد الأيام زد مؤيدا صلاة من المولى ونور لنا بدا على الغربة الغدر وفيها محمدا عليك صلاة الله يا من جاء الورى إذا سيغ يوم العاشر صلاة من المولى ونور لنا بدا على غربة الغدر وبيا محمدا عليك صلاة الله يا خير مرشد عليك سلام الله يا نور المهتدي وصلوا على خير الأنام محمد صلاة من المولى ونور لنا بدا على غربة الغدر وبيا محمد كل صلى وسلم مرة يجزى بأجر من الهنا ونور لنا بدا
أجر ذكر الحبيب محمد. صلاة من المولى ونور لنا بدا على الغربة الغدرا وريا محمد. إن المصلي لا تصح صلاته بغير صلاة للنبي محمد. صلاة من المولى ونور لنا بدا على الغربة الخضرا وفيها محمد. وما الله صلي عند ذكر صلاته فذاك بخيل قد ناء محمد. صلاة من المولى ونور لنا بدا على الغربة الخضرا وبها محمد. صلاة من المولى ونور لنا بدا على الغربة الخضرا وبها محمد. صلاة من المولى ونور لنا بدا على الغربة الخضرا وفيها محمد. على الغربة الخضرا وفيها محمد. على الغربة الخضرا